هذا الشكل النهائي للملوخيه باذنجان. شوفوا ما شاء الله القوام، ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوه اعطوني رايكم. السلام عليكم، اخباركم؟ ما شاء الله طيبين. هسوي من اليوم ملوخيه بالدجاج. طبعا دائما اسويها الطريقه هذه، بس انا اول مره اسويها معكم. عندي هنا دجاجه غسلتها بماء وملح وخل وقطعتها ثمانيه. عندي علبه طماط ما راح استخدمها كامله، وممكن تحطون طماط فريش. عندي الملوخيه طلعتها من الفريزر قبلها بساعتين، وعندي بصل وعندي ثوم. عندي نصف ملعقه صغيره فلفل اسود، وملعقه صغيره بهار مشكل، وملعقه صغيره كزبره، وعندي ملح. يلا نقول بسم الله. حطيت زيت، بعدين هنزل الحين البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل يتحمر البصل شوف، الحين بدأ عندي البصل يتحمر وياخذ لون. الحين انزل الثوم. بسم الله. بقلب مع الثوم شوي مع البصل. شوف ما يطول، شوف خلاص تحمر. هننزل الدجاج. بسم الله. وخليني دقيقتين في الدجاج مع البصل والثوم، ياخذ نفس البصل والثوم ويتحمر شوي الدجاج. شوفوا انا خليت الدجاج مع البصل والثوم 5 دقائق، نسيت مستعجل 3 دقائق اقل شيء تخليه الدجاج يتحمس مع البصل والثوم. في كل حمسة حتى في اللحم نفس الطريقة، يطلع عرض في كل الأكل. يعني ما تحطون على طول كوبين على البهارات، لا خليه يتحمس أقل شيء 3 دقائق. خلينا خليته 5 دقائق. شوف اللون، لو تشمون الريحة، لو تشمون حسية الريحة تشمون الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنخليه 5 دقائق وحطه بين على البهارات. بسم الله. الملح نزله، البهار مشكل، الكزبرة، حط الفلفل الأسود. الحين قلبه، وهنزل عليه الطماط وخليه برد دقيقتين. بسم الله. بعدين هنزل عليه الماء الحار. أنا ما راح أخذ طماط كله، يعني أخذت العلبة 3/4 العلبة. بسم الله. وإذا ما عندي كل طماط علبة ولا طماط فريش، ممكن تحطين صلصة. نخليها دقيقتين. بعدين أوريكم الخطوة اللي بعدها. وانا خليت الطماط يتحمس مع الدجاج والبهارات دقيقتين. ننزل عليه الماي حار، لو تشمون الريحة ما شاء الله. بسم الله. واخلي الدجاج لما يستوي، بعد ما يستوي الدجاج اقول لكم الخطوة اللي بعدها. اكون انا حضرت رز راك، ده هقدمه مع رز ابيض. ما تكثر موية، او على حسب كمية الملوخية اللي عندي. مش انا بس اليوم هسوي كيسة واحدة بس، كده يكفي خلاص. لا تنسون تضبطون الملح. شو راح نقوم بسوي الدجاج؟ احنا هنزل الملوخيه واخليها من 10 دقائق ل 12 دقيقه. خلصت جوجيتا قدمها واوريكم اياها.